استاذ باسم، خبرنا على مشاركتك بجائزة ايمي. يعني هي مشاركة للسنة الثالثة على التوالي، انا بلجنة تحكيم الايمي اووردز. نحن منقيم اعمال من انحاء مختلفة من دول العالم. هي السنة كانت لمنطقة معينة، لقارة معينة ناطقة بلغتها. هي فرصة لنطلع على كيف الناس عم تشتغل دراما، شو عم تعمل بهذا المجال التلفزيوني، هذا الفن اللي عم يتطور بشكل حقيقي، عم تختلف ادواته. وكتير مهم، وهي مسؤولية كبيرة، انه نحن ايضا كصناع دراما في الوطن العربي يكون لنا وجهة نظر او تقييم للاعمال الاخرى اللي عم تنشغل في مناطق اخرى من العالم. خبرنا عن اخر اعمالك. عندي هلا عمل مع السيدة رشا شربجي في سوريا، اخراج رشا ومن كتابة الاستاذ حازم سليمان والصحفي والاعلامي المعروف. العمل بعنوان شوق، خلفيته الازمة ولكنه عمل اجتماعي بالمطلق، يتحدث عن الحياة الاجتماعية والحالة الاجتماعية اللي عم يعيشوها مجموعة من الشرائح من الناس في سوريا في هذا الوقت. طب شفناك يمكن بالفترة الأخيرة بتعرض عن الكوميديا، في شيء جديد هيك؟ لا يجي نص كوميدي، لأنه النص الكوميدي هو الأساس. إذا كان في نص غير قوي أو عم يعرج، كارثة، بدمرنا وبدمر الشغل، ما ببين فيه الشغل يعني، أو على الأقل بخرب. أما اليوم إذا في نص وورق مهم ومخرج يعني مهم لمشروع كوميدي يكون مشغول عليه بطريقة صحيحة، مثل ما عملنا سابقا ضيعة ضايعة أو خربة أو بقعة ضوء أو إلى آخره، أنا جاهز أكيد، وهذا بشجعني. بس العمل الكوميدي بخوف، بخوف، بيضل الواحد خايف أنه يكون الورق ورطة. فحقيقة عم ننتظر ورق جيد، والكتاب الكوميديين قلال وأغلبهم ما أنا متفرغ. شو بتحب تقول لجمهورك مناسبة عيد الأضحى؟ بدي أقول لكل الجمهور اللي عم يتابعني عبر السوشيال ميديا أو عبر كل وسائل التواصل، كل عام وأنتم بألف خير، عيد أضحى مبارك عليكم. بتمنى فعلا لكل أهلي في سوريا ولكل السوريين بلا استثناء عيد يكون أفضل السنة القادمة، عيد يكون عيدين، بأن يتوقف القتل ويتوقف الدم في سوريا. إن شاء الله يا رب نقدر نوصل لهالنقطة بقى اللي نحس فيها انه نحن بشر، نحس فيها انه نحن ما لنا هربانين من شيء، نحس فيها انه نحن امنين في بلدنا. ان شاء الله حتى ولو كانت هذه اللحظه بعيده، اتمنى ان تكون على الاقل في يعني نقطه امل.